اشتبك مئات من معارضي النظام الحاكم في اليمن مع نحو 100 من مؤيديه، وتبادل الطرفان الهتاف والحجارة. التظاهرات والاحتجاجات جرت اليوم في كل من العاصمة صنعاء والمدينة الصناعية تعز في سلسلة الاحتجاجات التي يشهدها اليمن لليوم الرابع على التوالي. قوات الأمن اليمنية أطلقت الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، كما شكلت حاجزا بين الفريقين منعا لمزيد من التصعيد في الموقف المتوتر. ويتضح في احتجاجات اليمن التأثر بتطورات المنطقة، وخصوصا نجاح الشعب المصري في إرغام الرئيس حسني مبارك على التنحي بعد 30 عاما في سدة الحكم. الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي تولى رئاسة اليمن قبل 33 سنة كان قد أعلن قبل 12 يوما أنه لن يترشح للرئاسة المقبلة، رافضا مبدأي التمديد والتوريث. يذكر أن اليمن الذي يعد الدولة الفقيرة في شبه الجزيرة العربية غدا متعبا من جهود قمع التمرد في الجنوب، لكن المراقبين يحذرون من ثورة على النمط المصري التونسي، خصوصا مع الانتشار الكبير للسلاح في أيدي اليمنيين. ناصر فرغلي، BBC.